السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكن صبايا؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن حال، ورجعنا لكم اليوم بفيديو جديد إن شاء الله ينال إعجابكن. إذا عجبتكن قناتنا وحابين تتابعوني بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكن كل جديد. رح نتعلم بفيديو اليوم كيف نسحب لون الشعر ونصبغ الشعر بدرجة الأشقر الرمادي الفاتح جدا بلاتيني. مثل ما شايفين معنا شعر الصبية لونين، من جهة الجذور لون غامق والشعر الطبيعي، ومن جهة الأطراف مسحوب لون الشعر سحب قديم. هلا نحنا رح نبلش ونبتدي نحط الخلطة بس عن جهة الجذور. من جهة الجذور بنخلط بودرة قماش مع أكسجين عيار 20، لأنه الجذور بتاخد اللون بشكل أسرع. وبعد ما نشتغل ونحط الصبغة على كامل الشعر من جهة الجذور بنستنى 10 دقايق، بعد منها بننزل الخليط على كامل الشعر حتى يتجانس اللون ويطلع السحب مظبوط وبنفس الدرجة. رح نشتغل بنفس الطريقة على كامل الشعر من جهة الخلف إلى جهة الأمام. بما أنه عنا الشعر نحنا من جهة الأطراف فاتح، هذا اللون ما بينزل عليه اللون الرمادي، لسه بده تفتيح كمان لدرجة الأشقر الفاتح جدا. بهالحالة نحنا بما أنه الشعر عنا فاتح رح نحط نفس العيارات من بودرة الميش والأكسجين عيار 20 كمان على أطراف الشعر، لأنه مثل ما حكينا الشعر عنا فاتح. لو كان عنا أطراف الشعر غامق نحنا لازم نحط أكسجين عيار 40 وبودرة ميش. انتبهي بحالة شعر الصبية، إذا كان عنده الشعر فاتح انتبهي إنك تحطي أكسجين عيار تقيل، لأنه أكيد رح يهر مع الشعر ويحترق. بكفينا أكسجين عيار 20 رح يفتح معنا لون الشعر بشكل مظبوط. لازم بشغل لسحب اللون تكون ايدك سريعة شوي حتى يعطي الشعر يكون متجانس من جميع الاطراف، من وقت ما نبلش الشعر من الخلف لجهة قمة الرأس لجهة الغرة تكون بنفس الدرجة. Thank you.
بعد ما سحبنا اللون وغسلنا الشعر شوفوا النتيجة اللي حصلنا عليها. أشعر فاتح جدا، كتير صافي. فينا هلا نحنا نصبغ الشعر أو نعمل رنساج للشعر. إذا بدنا نصبغ الشعر رح نختار صبغة 12/11 ونصبغ كامل الشعر ونخلي صبغة لمدة نص ساعة على الشعر. إذا حابين نعمل رنساج رح نخلط نقطة من صبغة أسود ونقطة من صبغة بنفسجي ونخلطها منيح مع نصف فنجان أكسجين ونصف فنجان شامبو، ونخلط المزيج منيح ونحطه على الشعر على المغسلة مع الشامبو، وتكون حركتنا كتير سريعة حتى يعطي اللون المطلوب بدون ما يضرب معنا الشعر أو يعطينا درجات وألوان. إذا حابة تعرفي كتير شغلات عن الرنساج فيك تفوتي على قناتي وتشوفي فيديوهات الرنساج وكيف عمل الرنساج بشكل احترافي. وهي النتيجة النهائية اللي حصلنا عليها. نعم، وإذا حبيتوا قناتنا وحبيتوا الفيديوهات واستفدتوا منها بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. بحبكم كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.